CYC is a free channel that presents the Word of God for everyone. Your support will help us to continue the mission. Visit our website, cycnow.com. Even a dollar will make a difference. الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. اقرا بنعمه المسيح ولاجل تعلمنا جزء من الانجيل المقدس من انجيل معلمنا متى البشير اصحاح 9 من عدد 9. وفيما يسوع مجتاز من هناك راى انسانا جالسا عند مكان الجبايه اسمه متى، فقال له اتبعني، فقام وتبعه. وبينما هو متكئ في البيت إذ عشارون وخطاه كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه. فلما نظر الفريسيون قال لتلاميذه لماذا قالوا لتلاميذه لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاه؟ فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، فاذهبوا وتعلموا ما هو، إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاه إلى التوبة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في البداية أحب أطمنكم على نيافة الأنبا بخوميوس. أنبا بخوميوس سافر النهاردة إنجلترا، وصل من ربع ساعة كده، وبعد مظاهر التعب اللي ظهرت من حوالي 6 أيام وأطباء مستشفى السلام وفريق المعالج كلهم قدموا وتعبوا في رعاية الحالة وفي متابعة الموضوع الصحي أو الوضع الصحي، وكان رأيهم أن نحاول نعرف سبب التعب، وكان تحت الرعاية من خلال الفحص والإجراءات الطبية ومن خلال المضادات الحيوية الكتيرة اللي اتقدمت لسيدنا. وكان في الأول منعين السفر لوضعه الصحي، وبعد كده لما وصلوا لدرجة معينة قالوا من المناسب أنه يسافر. اشترك في الرعاية الطبية بعض أطباء من إنجلترا من أبناء الكنيسة، وسافر النهاردة بنعمة المسيح وبصلواتكم المسيح يمد يده. وكلفت أنا نيافة أنبا بيمن أسقف نقادة ونيافة أنبا أنجيلوس الأسقف العام في ستيفنتش في إنجلترا أنهم يرافقوا سيدنا ويكونوا وياه. وسافر وياه على نفس الطيارة الدكتور منير عزمي عضو مجلس الإدارة المنتدى في مستشفى السلام، والدكتور عماد شنودة مدير مستشفى السلام. أنا بنتهز الفرصة وأشكرهم على تعبهم. وسافر طبعا في طيارة خاصة، طيارات إسعاف يعني، علشان الظروف الصحية، وبنصلي المسيح يتمجد. وبنتهز الفرصة أيضا وبشكر كل اللي سألوا على نيافة أنبا بخوميوس واللي تعبوا وياه، وبخص سيادة محافظ البحيرة اللي اهتم شبه يوميا بالسؤال وبتوفير سيارات الإسعاف اللي هي مجهزة بتجهيزات العناية المركزة من البحيرة لغاية القاهرة. صلواتكم ولنا رجاء المسيح يتمجد وياه. أريد أن أحدثكم ونحن نقترب من نهاية السنة القبطية عن الالتقاء بالمسيح. المسيح هو الحاجة الوحيدة والأساسية للنفس البشرية، والإنسان لا يتغير إلا بمعجزة نعمة، والنعمة لا تأتي إلا عندما نشاء ونريد ونرغب ونجاهد روحياً.
ونحن لا نشاء أو نريد أو نرغب روحياً إلا عندما نطلب باشتياق ما هو فوق، نطلب المسيح القدوس. علشان كده قوة الإنسان أو قيمة الإنسان على الأدق تقاس بقوة شخصيته وبناؤه الداخلي. قوة الإنسان ده مش عضلات، ولا قوة الإنسان إن يكون عنده مال ولا صاحب منصب، لا، لأن الإنسان أمام أمور كثيرة في العالم ضعيف للغاية. صح، الإنسان له صوت عالي ويملأ الهواء ضجيجا وصخبا وكلاما، ولكن ممكن ميكروب صغير يتعبه، وممكن ضعف فيه يضيعه. فمثلا إنسان جبار مثل شمشون، أحد قضاة بني إسرائيل، شمشون الجبار، تتخلى عنه نعمة الله عندما يسقط في شهوات نفسه، ويسقط أمام امرأة دليلة وتبقى سيرته على كل لسان. قيمة الإنسان ببنائه، بقوته الشخصية وبنائه الداخلي. في نفس الوقت فتاة صغيرة مثل يوستينا الشهيدة، مجرد اسمها يخلص الآخرين من الشياطين ويهزم الشيطان، ودي بنت صغير، وهكذا. فقيمة الإنسان تقاس بقوة شخصيته وبناؤه الداخلي. عشان كده عايز استعرض وياكم بعض الذين التقوا بالمسيح وماذا حدث معهم ولماذا التقوا به. أول حاجة إن الناس نوعين، ناس المسيح يروح لهم، نسميها مبادرة من المسيح يروح لهم، وناس هم اللي بيروحوا للمسيح زي ما الكتاب المقدس بيوضح لنا. في ناس المسيح يذهب إليهم، فنسمع أنه ذهب إلى بيت سمعان الأبرص، سمعان الفريسي، ذهب إلى بيته واتكأ، وكان زي فيه وليمة، وكأن من ذهاب المسيح لهناك عند سمعان الفريسي اللي بنقرأ قصته في نص الليل مع المرأة ساكبة الطيب والدموع، كأن المسيح راح مخصوص عشان يكشف معدن هذا الإنسان ويحطه في مقارنة، وهو رجل مشهور ورجل معروف في المجتمع اليهودي، ويحط أمام المرأة الخاطئة في مقارنة وهي اللي تفوز. يكشف معدنه، قديه معدنه وقلبه وفكره ونظرته ما هيش جيدة. ده واحد المسيح رحل. المسيح أيضا ذهب لكي ما يتقابل مع المرأة السامرية، يمشي مشوار ويتعمد يوصل في وسط النهار والساعة 12 الظهر، وبعدين علشان ما يحرجش هذه المرأة يوم يطلب من تلاميذه إنهم يبتاعوا طعاما عشان ما يبقوش موجودين في المقابلة دي، والمقابلة دي في الهواء الطلق عند بير ماء، وكلكم عارفين وبتحبوا الحوار بتاع ربنا يسوع المسيح مع المرأة السامرية وكيف تدرج هذا الحوار اللي ابتداه المسيح، أعطيني لأشرب. كمان المسيح ذهب إلى زكى العشار وتعمد أن يقابله عند الشجرة جميزة،
والشجرة دايما في الكتاب المقدس تعبير عن خشبة الصليب. فالمسيح أراد أن يقابل زكا عند الشجرة، عند خشبة الصليب، ويقدم له الخلاص مثلما قابل كل البشرية عند الصليب في يوم الصلب. زي ما قريت كمان هنا إنه راح مكان الجباية اللي كان فيه متى، اللي صار متى الرسول. والآية دي آية مهمة خالص، اللي هي متى 9:9 اللي فيها عبارة اتبعني. ذهب أيضا السيد المسيح إلى بيت ييروس، وذهب إلى بيت العازر في إقامة العازر بعد 4 أيام، وأيضا ذهب إلى قرية نايين في معجزة إقامة ابن أرملة نايين. الخلاصة طبعا أمثلة كتيرة، المسيح يذهب. تعالوا نسأل المسيح، بتروح للناس دي ليه؟ قال عشان حاجة من 3: يا خلاص نفوسهم، يا شفائهم الروحي، يا إقامة الموت. يعني أساساً هيعرفوا طريق المسيح ويعرفوا المسيح المخلص، يا شفاء أمراضهم وشفائهم من الخطية. عشان كده بنلاقي فيه نقلة، زكا كان إيه وبقى إيه، السامرية كانت إيه وبقت إيه، يا إقامة الموتى في مراحل مختلفة، ابنة ييروس، ابن أرملة نايين، ثم العازر. ده النوع الأول. النوع الثاني اللي الناس اللي بتروح للمسيح، أشخاص يذهبوا إلى المسيح. طب ليه بيذهبوا إلى المسيح؟ سمعوا عنه، دوروا عليه. طبعا أمثلة كثيرة أيضا في الكتاب المقدس، لكن أكثر الأمثلة وضوحا مثل المرأة الكنعانية التي كانت تصرخ بحرارة: يا ابن داود ارحمني، ابنتي مجنونة. أيضا نازفة الدم، والتي ذهبت عن استحياء ولمست ثوب المسيح. وبرضو أهل السامرة، أهل السامرة سمعوا عن المرء من كلام السامرية، سمعوا عن المسيح فرحوا له وقالوا له تقعد عندنا، وألزموه إنه يمكث عندهم 2 يوم. وهكذا نسنائيل وغير نسنائيل ذهبوا إلى شخص ربنا يسوع. لكن السؤال دلوقتي، سواء المسيح راح أو سواء هما اللي قبلوا المسيح، التقاهم بالمسيح، ايه السبب؟ ايه الجاذبية اللي موجودة في شخص ربنا يسوع المسيح اللي خلت فيه شهوة في قلب الإنسان أن يتقابل معه؟ تعال أحط وياكم كده مجموعة من الأسباب. أول سبب لهذا الالتقاء بالمسيح لأنه ليس بأحد غيره الخلاص، هو المخلص الوحيد، هو المخلص من الخطية. ما هو داء الإنسانية ومرض الإنسانية وحياة البشر هو الخطية، والخطية التي ورثناها من آدم وحواء. الأسرة الأولى في البشرية، وصارت الخطية تنتقل من جيل إلى جيل، وصار كل إنسان مولود بالخطية. وما فيش تعبير أقوى من تعبير داود النبي لما بيقول بالخطايا ولدتني أمي. هو المخلص الوحيد من قيود الشر،
ما الخطيه دي نعمل فيها ايه؟ لو انسان مريض بالجسد بيروح لطبيب يفهم في الجسد، لو انسان مريض في النفس يروح لطبيب يفهم في النفس، لو انسان مريض في العقل يروح لطبيب يعرف في العقل. طب لو انسان مريض في الروح الى اين يذهب؟ فطبيب الروح هو ربنا يسوع المسيح، وبنقول عليه في التعبير الكتابي المخلص، المخلص الوحيد. ودايما نقول كده مخلصنا ربنا يسوع المسيح، مخلصنا ملكنا كلنا. يد المسيح هي الوحيدة التي تستطيع أن تخلص الإنسان من الخطية، ولا يوجد شيء آخر. مفيش دواء مثلا أو علاج ياخده الإنسان عشان يتخلص من الخطية. وهذا يا إخوتي امتياز في إيماننا، أنه يوجد من يمسح الخطية، يمسح. إذا لم يوجد المسيح فمن يمسح الخطية؟ عشان كده اسمه مسيح، مسيح يعني مخلص. هو يستطيع أن يخلص الإنسان من أتعاب الروح، الهم اللي يبقى في الروح. أحيانا إنسان يبقى مهموم، يقيسوا الحاجات اللي في جسمه يلاقوها كويسة، نفسيته كويسة، لكن روحه مهمومة. عشان كده المسيح قال تعالوا إلي يا جميع التعابة والثقيل الأحمال وأنا أريحكم فتجدوا راحة لنفوسكم. هو يخلص الإنسان الصادق في توبته من خطايا الكبرياء والحقد والحسد اللي أدخل الخطية إلى العالم، ضعفات الإنسان. وأحيانا الإنسان في المجال ده يبقى حاطط عينه على الآخر وعلى الناس التانية، أي ناس، ومش باصص لنفسه، مش شايف خطاياه. بالضبط زي اللي راح وقال دعني أخرج القزة اللي في عينك، وهو مش دريان إن في خشبة في عينه، مش دريان. وبهذا الشكل يوجد ناس كثيرة تقع في هذا الموضوع، دعني أخرج القزة التي في عينك، وهو لا يدري أن في عينيه خشبة. وطبعا شتان بين حجم الخشبة والقزة. نلتقي بالمسيح لأنه هو المخلص، هو المخلص الوحيد، ليس بأحد غيره الخلاص. الأمر الثاني شهوة الالتقاء بالمسيح لأنه هو الراعي الصالح، هو الذي يرعى الإنسان. وعلى حسب التعبير الجميل اللي بتحبوه اللي قاله أيضا معلمنا داود النبي، الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، فيش حاجة بقى بعد كده. رعاية الله للإنسان رعاية دائمة لا يحدها زمان ولا مكان، رعاية على طول. ويقول لنا التعبير الكتاب، يقول لنا التعبير القوي جدا، حتى إن نسيت الأم رضحها أنا لا أنساكم. وشيء منطقي أن الله الذي خلق الإنسان لا يمكن أن ينساه، ما ينساهوش أبدا. وده يدينا نوع من الطمأنينة. هو الراعي الصالح الذي يسهر على راحة النفوس لأنه يعرفها. هو الراعي الصالح. ويقول لنا في مزمور من مزامير أبي وأمي قد تركاني أما الرب فلم يترك. وده قدر من الإيمان. أحيانا واحد يحط مخه في المواضيع ويعتبر نفسه بيفكر أحسن من الآخرين ويبتدي يقول كلام
يبتدي يدين الآخرين ويبتدي يقلل من فكر الآخرين وهو نسي نفسه خالص. أما المسيح فهو الراعي الصالح، هو الذي يرعى كل إنسان، وما البشر إلا أدوات في يديه، أدوات يستخدمها الله. حتى لما بيقول داود النبي أبي وأمي قد تركاني، ودل على اعتبار الجسد، الراعي الصالح لا يترك رعيته، عينه على رعيته. أحيان واحد يشكي في مكانه ولا في كنيسته ولا في خدمته إن مثلا في تقصير في المجال الفلاني، لكن يجب أن تثق أيها الحبيب أن عين المسيح عليك يرعاك طالما أنت أمين. أما بقى عايز تخرج خارج دائرة الأمانة ده حاجة تانية. هو الراعي الصالح. الأمر الثالث الذي من أجله نشتهي الالتقاء بالمسيح لأنه هو الباب، وتعبير الباب ده باب جميل، تعبير جميل، هو المسيح نفسه قال كده أنا هو الباب. يقصد الباب يعني باب السماء، هو الوسيلة الوحيدة التي تصل الإنسان بالسماء. يقول لنا الكتاب في وصاياه اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. يعني ربما الذين يعيشون في المسيح يسوع يضطهدون حسب تعبير الكتاب، يتعرضوا لبعض متاعب أو ضيقات اللي بيسميها الباب الضيق، لكن الباب نفسه باب السماء هو شخص المسيح. قال أنا هو الباب، يعني هو نهاية المطاف ونهاية رحلة الحياة. ده سبب ثالث. سبب رابع بيخلي الإنسان لا يجد له ملجأ إلا شخص المسيح ويشتهي أن يلتقيه، أنه هو القادر على كل شيء. تعبير القادر على كل شيء تعبير ذكر في سفر الرؤيا تقريباً 10 مرات أو 9 مرات. هو القادر على كل شيء، لا يعصر عليه شيء. هو الذي يستطيع أن يحول الخوف إلى شجاعة. يمكن تفتكروا يا الفتية الثلاثة. هو الذي يستطيع أن يحول اليأس إلى رضا. تفتكر وياي المريمات وهما رايحين الصبح كده الفجر، من يرفع لنا الحجر وقت القيامة؟ وهو الذي يحول الحزن إلى فرح. لما كان جماعة التلاميذ بعد صلب السيد المسيح منتهى الخوف ومنتهى الحزن، يوم يظهر لهم المسيح ويقول لهم سلام لكم، ويقول لنا الكتاب ففرح التلاميذ إزراء الرب. هو يحول الضعف إلى قوة. ضعف، نتذكر في العهد القديم موسى النبي كانت إمكانياته إيه؟ ولا حاجة، مجرد العصاية اللي في إيده. ولكن هذه العصاة الضعيفة تتحول إلى قوة حتى أنها تشق البحر. هو القادر على كل شيء. وكلكم بتحبوا الآية اللي دايماً يستخدموها أولادنا في الامتحانات، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. طب يقويني إزاي؟ لأنه هو القادر على كل شيء. يعني شاول الترسوسي لما وقف في مقابلة المسيح وقال له ماذا تريد يا رب أن أفعل، وابتدى شاول من لا شيء يتحول إلى بولس الرسول ويستطيع كل شيء في المسيح يسوع. ونسمع عن شاول وأعماله وكرسته ورحلاته وخدمته الطويلة. سبب خامس أن الإنسان يستطيع ويشتهي أن يتقابل مع المسيح،
أن السيد المسيح هو الذي يعلم الإنسان السلوكيات المسيحية الراقية. السلوك المسيحي يهذب الروح ويرفع من إنسانية الإنسان. عارف بالضبط زي إيه؟ زي واحد كل ما يقرب للنور وشه ينور، طول ما هو بعيد عن النور عادي. عندما تقترب إلى النور، إلى نور ربنا يسوع المسيح، وجهك ينور أكتر زي موسى النبي. فيعلم الإنسان سلوكيات كثيرة. من هذه السلوكيات أن الإنسان يستطيع أن يمارس السلام، يمارس حياة السلام. طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. يعني الإنسان يعرف يعمل سلام، ودي من أرقى سلوكيات الإنسان. الإنسان واخد على غريزة المقاتلة والحرب والعنف، وكلكم تعرفوا المثل المصري يقولك يا أرض ما عليك أدي، ما عليك أدي، يقول يا أرض تهدي ما عليك أدي. معلش مش حافظ الأمثال كويس. يا أرض تهدي ما عليك أدي. واحد يقول كده في حين أنه بعد قليل يصير في تراب الأرض. فمن السلوكيات المسيحية الراقية هي صنع السلام، ويسمونها الصناعة الصعبة. الصناعة تقيلة، في صناعات خفيفة وصناعات تقيلة، ودي صناعة صعبة. طوبى لصانع السلام. ولو جينا ندور في العالم النهاردة، كل العالم، إيه الشيء اللي ينقص العالم برغم التقدم الحضاري الكبير؟ السلام. السلام. فعندما يقترب الإنسان من شخص المسيح ويلتقي به، يتحول ويصير صانع سلام، لأنه يأخذ هذا السلام من ملك السلام. وعايزك تربط ما بين حاجتين، نقول كده يا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك. كل ده لأن المسيح هو ملك السلام. واغفر لنا خطايانا، أصل الخطية بتاعت الإنسان هي الوحيدة اللي تمنع السلام. عندما تجد في موضع ما، سواء بيت أو مجتمع أو بلد أو أي مكان مفهوش سلام، أعرف أن مكان السلام فيه الخطية، أي شكل من الخطية. ولذلك لا يوجد السلام، يا إما السلام يا إما الخطية. سبب آخر أن الإنسان يشتهي أن يتقابل مع المسيح أنه هو الذي يعطي قوة النعمة. قوة النعمة، تكفيك نعمتي لأن قوتي في ضعفك هتكمل كل شيء. تكفيك نعمتي. الصورة الجميلة دهيت أن المسيح ينادي كل إنسان. وعندما كان السيد المسيح على الصليب وقال العبارة المشهورة أنا عطشان، فكلمة أنا عطشان ليس للماء. طبعا بسبب الأحداث اللي كانت في وقت الصليب، ولكن أنا عطشان لخلاص كل إنسان، وعطشان لكل أحد من البشر. وموت المسيح على الصليب ويفتح ذراعيه هو بمثابة دعوة، دعوة لقاء مع الإنسان، وبيقول له أنا مستنيك. ولذلك لا نؤجل اللقاء. عايز يعني أقول إن أنا بتكلم في الموضوع ده علشان إحنا بنقترب إلى نهاية السنة، وجيد جدا السنة القبطية. يعني إحنا في شهر
مصر وبعدها أيام النسي، وإذا أراد ربنا وعشنا في عيد النيروز نحتفل ببداية عام قبطي جديد. إن كويس جداً إنسان يجي في آخر الأيام السنة الأخيرة ويقعد يراجع نفسه ويراجع في حياته، ممكن في حاجات تكون ضاعت منه أو كسل فيها أو أهمل أو يعني فاتت عليه أو يعني مش واخد باله. لا تؤجل اللقاء وابحث ودور وشوف إيه النقط اللي بتحسسك أو بتشعرك إنك بعيد. عايز أقولك في النهاية إن إيه الحاجات اللي تساعدك في اللقاء والالتقاء بالمسيح. واحد، اثبت في إيمانك، اثبت في إيمانك وخلي إيمانك دايما مزدهر في حياتك. وأقوى تعبير عن الإيمان المزدهر هو قصص وسير أباء الإيمان وأبطال الإيمان وسير القديسين اللي بتدينا فكرة عن طبيعة الإيمان القوي اللي عاشوا فيه. اثبت في إيمانك، ما تخليش إيمانك كده إيمان شكلي أو إيمان نظري أو إيمان أهو بالاسم وخلاص. نمرة 2، حاول أن تدرك محبة الله نحوك. أحيانا الصغيرين لما بنيجي نسأله بتحب بابا قد إيه وبتحب ماما قد إيه، يوم الطفل يفتح دراعيه كده ويقول بحب بابا قد كده، أو مثلا يقول أنا بحب بابا ده قد البحر، هو يعني عنده البحر ده أكبر مقياس. شطرتك تدرك محبة الله ليك قد إيه يا ترى؟ ربنا بيحبك قد إيه؟ حاول تدرك هذه المحبة. الله يتحرك نحونا بالحب. نمرة 3، وأنا بقولها بس مجرد عناوين كده، تحرك نحو الله دائما من خلال الصلاة. ما الصلاة دي عبارة عن واحد بيقرب، واحد بيهمل الصلاة خلاص هيقرب ازاي؟ ده عمال يبعد يبعد، وبعده دهوت يخليه ينشف ويجف وخلاص حساسيته تقل. تحرك نحو الله بالصلاة. ولما مسيحنا قال لنا على الوصية صلوا كل حين، يعني معناها خليك في حركة اقتراب، حركة اقتراب نحوي دائما. الأمر الرابع، إن خلي دائما لك عمل يعبر على إنك بتحب ربنا. اعمل الحاجة اللي تبين لنفسك أنك تحب الله، إن كان بالخدمة، إن كان بعمل الرحمة، إن كان بعمل المحبة، بأي صورة من الصور، لكن العمل الذي يشهد لك أنك تحب الله، بتحب ربنا، ومحبتك لله ده هي محبة دائمة. زي ما قلت لكم في ناس المسيح راح لهم وفي ناس هم راحوا للمسيح، والمسيح يصنع معك الأمرين. مرات كثيرة يأتي إليك، أحياناً الآباء يسمونها زيارات النعمة، يجي لك وتحس بيه، وأحياناً يديك الفرصة إنك أنت تروح له. وعلى مستوانا إحنا كبشر لما بنيجي نجامل بعضنا، لا، أنت بتزور الأحباء والأحباء بيزوروك وفي ود قائم، فاجعل هذا الود قائما بينك وبين شخص ربنا يسوع المسيح. عندما تلتقي بالمسيح سيعطيك قوة خاصة. يوسف الصديق نال قوة داخلية أمام إغراء امرأة فوتيفار.
واستفانوس الشماس الأول والشهيد الأول أيضا نال قوة داخلية أمام الأعداء الذين كانوا يرجمونه. ودانيال الرجل المحبوب في العهد القديم نال قوة داخلية أمام أطايب الملك، ودي كلها نماذج، دي مجرد عينات. فأنت الكسبان في الحالتين، عندما يزورك مسيحك من خلال النعمة، وعندما أنت تسعى لتلتقي به، وتكون النتيجة أنك تشعر بهذه القوة في داخلك، وتشعر أن مسيحك يرافق طريقك في كل يوم. بنعمة المسيح هقوم بزيارة لكنيستنا القبطية في كندا اللي بتحتفل الشهر ده بمرور 50 سنة على إنشاء أول كنيسة قبطية في قارة أمريكا. في أيام المتنيح البابا كيريلوس في عام 1963 ابتدى يفكر في إنشاء، في إرسال كاهن. ففي مطلع عام 64 رسم أب كاهن مبارك الله يعطيه الصحة أبونا مرقس عبد المسيح، ورسمه وأرسله لكيما يكون أول كاهن في خدمة قارة أمريكا. استقر في كندا، ولو كانت خدمته ممتدة لأمريكا قبل كده. ومن هذه البداية الصغيرة جدا أنشأت الكنائس والأباء الكهنة، وكندا حاليا فيها أب أسقف مبارك نيافة أنبا مينا، وبيحتفلوا خلال هذا الشهر بمرور 50 سنة أو اليوبيل الذهبي على إنشاء أول كنيسة. أول بطريرك زار كندا قداسة المتنيح البابا شنودة، وزارها عدة مرات، وعلى أيديه كبرت الخدمة والأباء، رسم أعداد كبيرة والكنائس، وكانت تحت رعايته. وبنعمة المسيح بنحاول نستمر في هذه الرعاية بجوار الزيارة دهيت، وهي تاخد وقت. طبعا حضراتكم تعرفوا ان كندا كبيرة، يكفي ان تعرفوا ان من شرقها لغربها حوالي 5 أو 6 ساعات بالطيارة، من شرقها لغربها. مصر كلها بناخدها في ساعة بالطيارة. بجوار كده هحضر مؤتمر الشباب في أمستردام في هولندا، مؤتمر شباب كنايسنا في أوروبا، وهزور كنيستنا في جنيف في سويسرا علشان احتفالهم بالقديس موريتيوس، واحتفالهم هناك باعتباره قديس مصري لكن استشهد في هذه البلاد، فبيعملوا له احتفال برضو كبير في بداية السنة. أرجو صلواتكم، وبنعمة المسيح نتقابل يوم الأربعاء 1 أكتوبر إذا أراد ربنا وعشنا.